تصاعد في الحالات نتاع المصابين بداء الكوفيد في ولاية قسنطينة على غرار كل مناطق الوطن، وهذا اللي استدعى اتخاذ قرارات جديدة للتصدي لهذا التصاعد، من ضمنها أولا وقبل كل شيء العمل على توسيع طاقات الاستيعاب في المستشفيات الحالية، توسيع هذه المستشفيات كما قلت باش ندخلوا مستشفى الخروب في الشبكة الرسمية، لأن إلى حد الآن كنا نتكلموا على 3 مستشفيات: البير، المستشفى المركزي تاع قسنطينة، والمستشفى تاع ديدوش مراد رسميا. دونك نزيدون ولو أن هذا المستشفى كان يخدم كل ما هو متعلق بالكوفيد، ولكن الآن يخصه يدخل رسميا في هذه الشبكة ويتكفل ككل المستشفيات بالحالات المطروحة لاقتناء التحاليل نتاع البي سي ار. قلت بلي ان 800 مليون سنتيم ستقتنى في خلال هذه 48 ساعة لتدعيم المخبر اللي متواجد في علي منجلي بالجامعة رقم 3. ومن جهة أخرى كذلك طمأنت المسؤولين في المستشفى نتاع قسنطينة بعد ملاحظة الاهتراء اللي حصل في الشبكة نتاع الأكسجين. قلت كذلك رانا هنا باش ندعمهم ماليا للتكفل بكل أشغال قد تكون لازمة في إعادة تأهيل هذه الشبكة. ثالثا بالنسبة لتوسيع قدرات استقبال كل المرضى واللي عندهم أعراض خفيفة، قلت باللي راه كاين المدرسة العليا نتاع التكوين الشبه الطبي اللي راها الآن أثثت من جديد لاستقبال 85 مريض، لأن كاين 85 سرير. من جهة أخرى عينا أحد المؤسسات النزل سيتا نوتال بمدينة قسنطينة لاستقبال المواطنين اللي عندهم هذه الأعراض الخفيفة. إن اقتضت الضرورة نمشوا نحو المؤسسات الخاصة، وهذا اللي بيناته القرارات نتاع الحكومة في هذا الإطار. هذا الأمر غير وارد، لأننا رانا نعملوا الآن بالقرار نتاع السلطات المركزية نتاع عدم تنقل ما بين الولايات وتوقيف كل نشاط وكل حركة بالسيارات خلال نهاية الأسبوع. كي نخرجوا من هذا نعاودوا نفكروا ونشوفوا إذا كانت من الضرورة نمشوا للضرورة. وإلا رانا متكفيين والأمور راها في تحكم لا داعي لإعادة الرجوع إلى الحجر.